حدثت سلسلة من حالات الاختفاء الغريبة في الغرب الأوسط الأمريكي داخل مكان يسمى مدينة راكون. فرقة متخصصة من قوات الشرطة تعرف باسم ستارز وقد تم التحقيق في القضية، فقررت أن شركة الأدوية أمبريلا وسلاحهم البيولوجي تي فيروس وراء هذه الحوادث، على الرغم من أنهم فقدوا العديد من الأعضاء في هذه العملية. جيل بلانتاين والآخر على قيد الحياة. يحاول الأعضاء تعريف هذه الحقيقة، لكنهم يجدون أن قسم الشرطة نفسه يخضع لسيطرة شركة أمبريلا وأن تقاريرهم مرفوضة. ومع ذلك فإن التقرير أو التقارير التي تشير إلى ظهور فيروس آكلي لحوم البشر المروعة تبدأ في الظهور، وتبدأ الكلاب الشريرة في التجوال في الشوارع مع انتشار الطاعون الفيروسي عبر البلدة وإلى عتبة بابها، فإن جيل مصممة على البقاء. ومع ذلك وبدون علم من جيل تم إرسال متابع قوي للغاية للقضاء عليها وهو نيمسيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع التحليلي عن لعبة Resident Evil 3 Remake سوف نتحدث عن أشياء جديدة. ستلعب بكارلوس في نقاط مختلفة عبر القصة، مما يعطي خلفية أكثر عن كارلوس أورفيلا نفسه. وهناك نقطة ورؤية تقدم منظور مختلف، وهناك أحداث جديدة سوف تحدث، وأيضا تفاصيل إضافية حول سبب إرسال فريق UBCS إلى مدينة راكون. وهناك أيضا نيكولاي عضو في UBCS خدم سابقا في القوات الروسية الخاصة، حيث اكتسب مهارات قتالية مذهلة. ليس ذلك فحسب، ولكن لديه سجل نجاة لا يصدق، وهو يبتعد عن العمليات التي يعتقد أنه سيتم القضاء عليه تماما بارد الدم والأعصاب. سيقدم أي تضحية ضرورية للوصول إلى هدفه أو تحقيق ربح ما. وأيضا يعد تايرل باتريك المخضرم في ساحة المعركة من المتميزين بشكل خاص في تعطيل أنظمة الأمن وتكسير أنظمة الكمبيوتر، مكملا لموقف كارلوس الحماسي عندما يتعاونون الاثنان بحثا عن ناجين في مدينة راكون. وهناك أيضا داريو روسو مواطن من مدينة راكون. رأى داريو أشياء لا ينبغي لأحد أن يشاهدها عندما تعرضت أسرته لهجوم من الزومبي، مما جعله حذر من الوثوق بأي شخص بما في ذلك جيل فالنتاين. من المحتمل أنه أصيب بصدمة نفسية مما رأى أن داريو ليس لديه نية بمحاولة الهروب من المدينة. طبعا في هذا المشهد راح يظهر نفس جيل في معركة ومطاردة لجيل فالنتاين، يعني أتوقع أن النفسيس راح يظهر من البداية. يظهر طبعا كارلوس أورفيلا فجأة، طبعا هذا مغاير مع المشهد الحقيقي في اللعبة اللي هو كارلوس يلتقي مع جيل، أو هناك في نداء استغاثة في الأرض. فواضح أنه لما تقول له من أنت هو أريو. طبعا المشهد النمسيس إنه يطلع من لهب، هذا إذا ذكرنا لما اللقاء عن برج الساعة، ولكن هذا المرة نشوفه أنه ظاهر وكله ملتهب، وأتوقع أنه مصاب يعني يمكن بقاذف في الصواريخ اللي هو الروكت لانشر. في هذا المشهد راح يوضح أنه نوكلاي مع كارلوس وجهه الدخول إلى الار بي دي، لذلك أعتقد راح يكون هناك مهام لكارلوس داخل الار بي دي. طبعاً هذه المنطقة غنية عن التعريف، هي منطقة القطار، وطبعاً تلاحظ أنه موجودين ناس في القطار مع المجموعة اللي هي مجموعة المرتزقة وجيف لانتاين. فهناك في فروقات، سبقاً ما كان في ناس موجودين داخل القطار. طبعاً الهنتر متوفر، طبعاً هذه صورة لكارلوس أورفيلا داخل المستشفى وهجوم الهنتر عليه. طبعاً في هذا المشهد يلتقي كل من جيف لانتاين كارلوس ونيكولاي، واعتقد ان معهم اللي هو تايلر، والفاظ عصبية من نيكولاي. طبعا هنا مواجهة مع النمسيس، جيل تترك كارلوس أورفيلا في خلف وهي تحاول تراوغ نيكولاي. طبعا يتضح لنا ان النمسيس عنده اكثر من سلاح، هذا السلاح الجديد له سلاح اللهب، فاتوقع ممكن كذلك المشهد السابق كان عنده ار بي جي، واتوقع ممكن اسلحة ثانية، فهذا تطور من نفسه. وكذلك عندك في الخراطيم اللي تطلع منه، الخراطيم هذه كانت موجودة من السابق السلاح تبع النمسيس. طبعا هذه محاولة فاشلة من جيل فالنتاين انها تقضي على النمسيس انها تدعمه بالسيارة، ولكن بدون جدوى النمسيس ينهض
فكأنه ما حصل أي شيء. طبعا هذه الصور توضح قدرات النمسيس، يعني من ضمن القدرات القديمة اللي هو يمسك بيد واحدة من الغاش، كذلك في حركة جديدة هنا مع نفس الحركة الثانية هذه. الحركة الجديدة أنه استلم جيل بلانتاين بقاذف الصواريخ، يعني حركة جديدة. أكيد هناك في حركات أكثر، ونريد نشوف حركات المراوغة تبع جيل بلانتاين وهي تواجه النمسيس. طبعا شركة كابكوم تكلمت أنه نمسيس راح يكون أكثر ذكاء وأكثر قوة وعنده أسلحة وكذلك عنده حركات مراوغة، يعني راح يكون خطير بمعنى الكلمة وأخطر من الترنيت الجزء الثاني الرميح. كما نرى في الصورة أنه كارلوس عنده قاذف الصواريخ، وهذا اللي موجود كان في الجزء الأول من الجزء. طبعا هي صورة للنمسيس هو لابس قناع، وفجأة القناع هذا يطيح منه من بعد المعركة، وهذا صورة للنمسيس. والليزر واضح من قاذف الصواريخ أو الار بي جي أنه عليه ليزر، وعن الرجال متطور. يعني أنا قلت للنمسيس لا تلعب بالنار تحرق أصابعك، هذه صور النمسيس يلعب بالنار، واللي يلعب بالنار لازم نرشب ماء، وقريبا راح نرشب ماء إن شاء الله. النمسيس أصبح إنسان مزعج. ميخائيل فيكتور هو عضو في الوحدة العسكرية الخاصة لمظلة أمبريلا UBCS، وزعيم الفصيلة التابعة لفرقة دلتا. لديه مهارات قيادية ممتازة وتاريخ طويل في قيادة الأدوار، وقاد فريق UBCS دلتا بلاتون في مدينة راكون في مهمة لإنقاذ المدنيين، ولكن الفوضى التي واجهها فاقت كل التوقعات، مما أدى إلى هلاك الفصيل وإصابة ميخائيل بجروح كبيرة. ومع ذلك فإن ميخائيل عازم على إنقاذ كل مدنيين المدينة، ويرفض التراجع حتى يتحقق الهدف بأفضل ما لديه من قوة. تعتبر جيل بلانتاين من الناجين من هذا الحادث، عازمة على مواصلة التحقيق في شركة المظلة لنشوء فيروس تي المميت في قلب الحدث، لكن توقيف تحقيقها وأمرها بالبقاء في المنزل. والأكثر من ذلك، يبدو أن شقتها تخضع للمراقبة على مدار الساعة. يبدو أن المدينة بأكملها تخضع لسيطرة شركة أمبريلا مع عدم وجود قوة شرطة. قررت جيل الفرار من حدودها في مدينة راكون من أجل فتح شركة أمبريلا على النور، لكن هذا قد لا يكون بهذه البساطة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع مع الأصدقاء. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط ريزيدنت إيفل.